ليست غاية، إنما وسيلة. نحن اليوم أكثر لا يقرأ القرآن ولا يفقه منه شيئا. فكما قلت، قراءة من القرآن وجب أن تكون غاية لكي ندرك بها العمل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كثرة الذنوب والمعاصي يقفل القلب، تقرأ ولا تعمل. الوصية الثالثة، وأطلب من أحبابي من أحباب الكرام أن يعملوا بهذه الوصايا حتى ندرك خير رمضان. الوصية الثالثة، إياك ثم إياك أن تتكلم في أعراض الناس، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ولا تحب في مكان يهتك فيه أعراض الناس. وكما يقول رب العالمين: والذين هم عن اللغو معرضون. الوصية الرابعة، تصدق في كل يوم بأورو على الأقل، أو في كل 3 أيام إذا كان غير ممكن في كل أسبوع، وإذا كان غير ممكن مرة في الشهر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبد تحت ظل صدقته يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، أي يوم القيامة. والوصية الخامسة، أن لا يجدك الله سبحانه، احرص أن لا يجدك الله سبحانه وتعالى إلا في مكان يحبه هو سبحانه وتعالى، وأن يفتقدك في مكان لا يحبه. كل مجالس الغيبة والنميمة، صاحب الأخيار وابتعد عن الأشرار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، والجليس السوء كمثل نافخ الكير. اللهم اجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.